ريميك الجزء الثالث من ريزنت ايفل ونمسيس كانوا حديث الجيمرز في الفترة اللي فاتت، هذا كله بعد نجاح ريميك الجزء الثاني الرهيب، والجماهير لا زالت رغم اعلان الثالث ودها تشوف باقي العاب السلسلة تحصل على ريميك كامل. هذا شكله هو اللي بيصير، لان تقارير جديدة تقول ان كابكوم جالسة تخطط لمشروعها القادم، ومسرب الاخبار ايفل في ار على تويتر كتب بان كابكوم جالسة تفكر في تطوير ريميك ريزنت ايفل كود فيرونيكا، ومش بس كذا، برضو في بالهم حركة ربط قصة ريميك كود فيرونيكا مع الجزء الثامن القادم من سلسلة ريزنت ايفل. طبعا اللي فات الجزء الاسطوري كود فيرونيكا فهي لعبة صدرت في سنة 2000 على جهاز دريم كاست، وتعتبر اول جزء ثلاثي الابعاد في تاريخ السلسلة. للأسف خبر محبط من وصل لكم هو أن لعبة سايبر بانك 2077 تأجلت لمدة 5 شهور، يعني راح تنزل في تاريخ 17 سبتمبر. وفريق سيد بروجكت ريد رد على هذا التأجيل وقال أنهم يحتاجون وقت أكثر أن يكتشفون الأخطاء التقنية في اللعبة، وأيضا يحتاجون وقت أكثر عشان يسقلون أسلوب اللعب فيها. والناس قالوا أن سبب التأجيل الرئيسي هو أن عساس اللعبة راح ينقلونها إلى الجيل الجديد. طبعا الفريق قال لا، مو هذا السبب أبدا ولا في أي شيء عن علاقة في الجيل الجديد. طبعا مستحيل ان لعبه قويه مثل هذه ما راح يفكرون ولو يوم انهم ينقلونها الى الجيل الجديد. ايضا في لعبه ثانيه تاجلت وهي لعبه اير مان في ار اللي تنزل حصريه على جهاز بلاي ستيشن 4. هذه اللعبه تاجلت الى تاريخ 15 مايو. هذا مش اول مره نسمع في هذه الاشاعه، لكن طلعت لنا مصادر جديده تاكد ان حصريه سوني هورايزن زيرو دون راح تنزل على البي سي هذه السنه. هذا الشيء نوعا ما بديهي، خاصه بعد ما سمعنا عن صدور ديث ستراندينج على البي سي اللي تستعمل نفس محرك التطوير المسمى ديسيما، واللي استعمل في الماضي مع كل من لعبة كيلزون شادو فول وهورايزن زيرو دون. فريق نويزي فالي ستوديو المكون من 3 أشخاص يعمل على لعبة رعب جديدة اسمها سمر فورد. على حسب كلام المطورين اللعبة مستوحاة من ألعاب ريزنت إيفل وسايلنت هيل الكلاسيكية، وبتكون أحداث اللعبة في مدينة سمر فورد البريطانية اللي صار فيها حادث نووي، وراح تحاول تتعرف على مسببات هذا الحادث. أتمنى المطورين ما يعورون قلوبنا، لأن أول ما يقولون إنها مستوحاة من ريزنت إيفل وسايلنت هيل سقف التوقعات يطير فوق. تكفون عطونا لعب مميزة ولا تعورون قلوبنا. شخصية سكوربيون مرة مشهورة وتاريخ مالتي كومبات خارج نطاق الألعاب مقبول، وعندنا اليوم خبر مثير جدا، شركة وارنر براذرز جالسين يشتغلون على فيلم أنيميشن تابع لمالتي كومبات واسمه انتقام سكوربيون. مدام أنيميشن ففي أمل بسيط أنه يكون حاجة ممتازة، ونقول إن شاء الله نسمع سكوربيون يقول Get over here. نينتندو كشفت عن آخر شخصية للحزمة الأولى من سوبر سماش ألتيميت، وهي شخصية بايلث من لعبة فاير امبلم 3 هاوسز. وعلى ايضا الحزمه الشخصيات الثانيه راح تكون 6 شخصيات بدل 5 زي ما كانت في الحزمه الاولى. وسكراي بنفسه جاء وطلع وقال اني انا خلاص اخترت الشخصيات كلهم اللي راح يكونوا في الحزمه الجديده، وما ابغى اي احد يرسل لي اي اقتراحات ولا شيء، وما راح اسمع كلامهم، واللي ما تعجبه الشخصيات اللي انا بختارها لا يشتري الحزمه بكل بساطه.